ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن مصادر أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بمشاركة رئيسي الموساد والشباك ومنسق العمليات يصل إلى القاهرة لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. وأضاف الموقع أن مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة المحتجزين، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث مع مسؤولين مصريين عددا من الملفات ذات الصلة.